يتواصل التفاعل باهتمام في الأقاليم الجنوبية مع الموقف الإسباني الجديد بشأن ملف الصحراء المغربية، ولتسليط الضوء على جانب من هذا التفاعل ينضم إلينا من العيون موفد ميديان تي في النعمة ماء العينين. أهلا بك النعمة. مساء الخير مجددا نجاة، ومساء الخير لمتابعي قناة ميديان تي في. إذا نقلت لنا من قبل ردود فعل أحيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأيضا ارتسامات ساكنة المنطقة ومسؤوليها، هل من انطباعات جديدة بخصوص الموقف الإسباني الجديد من قضية الوحدة الترابية للمملكة؟ تتواصل يعني ردود الفعل هنا بالأقاليم الجنوبية وخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث أشاد شيوخ القبائل ومختلف الفعاليات بالخطوة الإسبانية الجديدة المعترفة بالحكم الذاتي كأساس لحل النزاع بالصحراء المغربية. ولمواكبتنا المتواصلة من ردود الأفعال تحضر معنا مكملت كمال، وهي نائبة رئيس المجلس الجماعي للعيون وفاعلة جمعوية. أهلا بك. أهلا بك. بداية كملت كمال، كيف تلقيتم خبر إسبانيا يعني المعلن على أنها تعترف بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية واعترافها بالحكم الذاتي؟ أولا نشيد بالموقف الإيجابي لإسبانيا باعترافها بمغربية الصحراء ودعمها للمقترح الحكم الذاتي بصفتها كانت مستعمرة سابقا. صحيح أن هذا الموقف هو انتصار كبير للدبلوماسية الخارجية التي ينهجها صاحب الجلالة، والتي حظيت بنجاحات كبيرة في تمثيلية عدة قنصليات بجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة أو سرت، كذلك بالإضافة إلى المواقف الإيجابية لعدة دول عظمى كأمريكا وألمانيا وفرنسا، والإشادة بمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا المشكل المفتعل لمدة 46 سنة هو الحل الأنجع الذي يضمن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والإنسانية كذلك، لأنه سيساهم في جمع شتات جميع الصحراويين في جميع بقاع العالم. ومن هذا المنبر لا تفوتني الفرصة أن أناشد أخواتنا وأخواننا وإخواننا بمخيمات تندوف بالانخراط والمشاركة الفعلية في هذا المشروع الفعال والجاد. يعني الحكم الذاتي الذي اعترفت به إسبانيا هي المستعمر السابق للأقاليم الجنوبية، له العديد من الدلالات، ونحن اليوم نشهد نجاح دبلوماسي كبير للدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة. اليوم الأقاليم الجنوبية تعرف يعني افتتاح العديد من القنصليات بالإضافة إلى اعتراف أمريكي واعتراف إسباني، ما انعكاس ذلك بصفتك يعني منتخبة وممثلة للساكنة الأقاليم الجنوبية؟ له انعكاسات عديدة. هذا الانتصار الدبلوماسي الذي حظيت به جهتي العيون الساقية الحمراء وجهتي الداخلة أو سرد له دلالات كبيرة على اعتراف جميع الدول العربية والإفريقية والأوروبية بمغربية الصحراء. يعني اعتراف إسبانيا هو تأكيد على سيادة المغرب على صحرائه بالرغم من أنها كانت مستعمرة سابقا. نعم، اعتراف إسبانيا هو تحت سيادة صاحب الجلالة، هو اعتراف رسمي واعتراف جدي واعتراف شجاع لهذه الدولة المستعمرة سابقا، وسيتلوه اعترافات عدة لمجموعة من الدول إن شاء الله. شكرا لك مكملت كمال، نائبة رئيس المجلس الجماعي للعيون والفاعلة الجمعوية. يعني هذا جانب من الارتسامات وردود الأفعال التي تتشابه في مجملها هنا بالأقاليم الجنوبية، إشادات متواصلة من الشيوخ من الشباب من الفاعلين الجمعويين بالخطوة الإسبانية ونجاح الدبلوماسية المغربية في تحقيق المراد في قضية الصحراء المغربية. وعودة نعم. إليك نجاة. نعم، سنعود إليك في نشرتنا لاحقا. نعم ماء العينين موفد ميديان تي في لمدينة العيون، شكرا لك ولضيفتك.